السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة سهلة جدا هتوفر علينا فلوس كتيرة جدا. سلك المواعين أو سلكة المواعين بعد ما بنغسل بيها لو سيبناها بره بتصدي وبتترمي، لا احنا هنحافظ عليها لأطول مدة ممكنة. بعد ما نغسل هنجيب مية في علبة بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أحط فيها سلك المواعين بعد ما أغسل مباشرة. طبعا كل فترة أو كل يوم ممكن أغير المية ديت بمية جديدة عشان أحافظ على سلك المواعين زي ما انتوا شايفين لامع جدا وبحالته، وممكن بقى أستخدم السلكة ديت 10 20 مرة مش هتقولي لأ. عن تجربة هتوفر فلوس كتيرة جدا. يا ريت تشارك الفيديو عشان يفيد الناس، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد. ولو لك أي تعليق وما تنساش الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.